سبق لنا كان عندنا عريضة الفنية ديال الفريق، وزيد على ذلك أنه حافظ البطولة الوطنية. بطبيعة الحال كان تكلمنا بعد قبل المباراة وكذلك بين الشوطين. المدرب نقدر نقول لك كما قلت ماشي غريب عليه البيت الرجاوي، إن شاء الله بالنسبة لي كان فهم مجبور أنه يساعدوا في هذا الرجوع ديال الفريق راجع بيضاوي، كذلك يساعد اللاعبين. ما ننساش أنا نشكر الجمهور، صراحة قام واحد العمل كبير اليوم، بقى كيشجع اللاعبين حتى لآخر لحظة. صحيح يمكن عند واحد المؤاخذات على المستوى ديال الفريق راجع بيضاوي في هذا الجهاز الأول الأخير. بانه يمكن في لو سبيتش ديالي في الاوتيل اول نقطه شرت ليها بانهم يلفو ساتيسفير لو بوبليك، ولو بوبليك رجاوي ولو بوبليك اللي كيعشق الكره تي با ساتيسفير غير باش تربح، خصك تربح وخصك كذلك يمكن تلعب مزيان. بصراحه نضرب الدوغه الدارجه ديال تلعب مزيان وبواحد يعني الهويه ديال الرجاء، بواحد لا دي ان ديال الرجاء. شفنا بان كانوا هناك ثنائيات، كانوا ثلاثيات، كانوا دي تريونغل في لي كوتي، دي دوبلومون. خصنا نزيدو نحسنوهم اكثر، واظن بانه هذا الشيء اظن بانه اللاعبين اللي كيكونوا عندهم هذه المهارات اكيد بانهم يقدروا يتحكموا يعني في المباراه، لان دازوا بعض الفترات اللي تحكمنا فيهم المباراه. واش ولينا كنشوفوا ديك شويه ماشي، ولكن ان شاء الله غادي ان شاء الله نزيدوا نحسنوا اكثر، لانه بدعم من الجمهور، لان الجمهور كيزيد كيبوستي كيزيد يدفع بك الامام. اظن بانه هنيئا للجمهور الرجاء البيضاوي، وهنيئا لهذا الجمهور اللي جا حج بهذه الكثافه. واظن هذه صورة إيجابية وصورة لهذا الجمهور الرجاء البيضاوي، الجمهور المغربي اللي اليوم تمتع بواحد المباراة من مستوى أظن بأنه كان الجلدة. راشد خدتي الوقت باش تطبق الفلسفة ديالك ديال حكا الجلدة، على حسب الذكاء ديال 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 اللاعبين. أظن بأن عندنا لاعبين أذكياء، لأنه باش يمكن لك الجلدة المهارات الفنية كاينين، ولكن اظن بانه الوقت تيبقى ثمين. واظن بانه بهذه العقليه اللي كاينه في فريق رجابي وبهذا ليطا ديسبري اللي كاينه، يمكن بسام نقدر نوصلوها، يمكن نقدر نحط رقم قياسي. ما نقدرش نعطي ما عطيكش الوقت، غيكون الوقت قليل جدا بارابور الخطره اللي فاتت. رشيد شنو تقول لهذا الجمهور اللي حد في الكتافه اليوم؟ ها تحياتي وانا غنعطي لهم السلام دابو، هو يتسمع ولا ما يتسمعش. امام الجماهير الرجاوي، حنا كنعرفوا الجماهير الرجاوي عالميه، لعابها قدموا مباراه اللي كانت رجوليه. احنا ان شاء الله كنتمنوا باش يساندوا الفريق ديالهم باش نديو اللقب ان شاء الله هذه السنه ونفرحوهم. البارح كان لقاء مع المدرب رشيد الطاوسي، كي كان اول لقاء لكم معاه؟ كان لقاء يعني عادي، احنا كنعرفوا المدرب رشيد الطاوسي، كنعرفوه من شحال هذه، مدرب اللي درب المنتخب المغربي ودرب فرق عديده، كنعرفوا المستوى ديالو. يعني احنا يعني كيف ما كنقولوا عائله وحده، والحمد لله اول مباراه ليه فزنا بها، وان شاء الله غنزيدوا نخدموا ونزيدوا نقدموا الاضافه للفريق ان شاء الله. غير شو المستوى ديال الرجاء؟ واش انت راضي على المستوى ديالك ولا مازال تطلع اكثر مع فريق الرجاء؟ واش وصلت للفورما ولا مازال؟ طبعاً الحال يعني اي لاعب كيتمنى يوصل لواحد النيفو اخر. يعني حنا ديما كنخدموا، حنا كاملين ماشي غير النهائري ولا هذا، حنا ان شاء الله ديما كنخدموا ديما باش نكونوا احسن في احسن فورما، باش ديما نعطيو للجماهير الرجاويه واحد ناري. شنو كتوعد الجماهير الرجاويه؟ كنوعدهم ان شاء الله بالبطوله هذا العام ان شاء الله، وبدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.